يشكل التعليم أحد أبرز التحديات التنموية التي تواجه اليمن وإن كان المسار الأكثر نظريا نحو تحقيق التنمية الشاملة لازالت الجهود تتعثر عند عتبة الهدف الثاني من أهداف الألفية التعليم الأساسي للجميع بحلول عام 2015 فالفارق الكبير بين نسب الملتحقين بمنظومة التعليم الأساسي والثانوي من الذكور والإناث لا زال لافتا في كل المسوحات والدراسات التي تخلص الى ضروره الاهتمام بتعليم الفتاه. يعتبر مؤشر كبير جدا وان لم يكن اولوي في قائمه التنميه المتطوره والجاده والمستدامه. فتعليم الفتاه بالنسبه لليمن لا يعني هذا فقط وانما ايضا التحاقها بالتعليم سيجعل من المشاكل التي تعاني منها الأسرة اليمنية والمجتمع اليمني تضمحل رويدا رويدا لكن الفجوة تتسع أكثر كلما ابتعدنا عن المناطق الحضرية وكلما ارتفعنا في السلم التعليمي كذلك التصور معي أن التصور يصل إلى ما نسبة 74% بمعنى أنه إذا ما التحقت 100 فتاة في الصف الأول الأساس فإنه لا يتخرج منهن فقط في نهاية المرحلة الثانوية إلا 26 فتاة يعتبر المجتمع اليمني مجتمعا ريفيا بامتياز إذ يقطن قرابة 75% من مجموع السكان البالغ حوالي 24 مليون نسمة في الأرياف المترامية تتوزعهم تجمعات سكانية متناثرة تربو على عشر ألف تجمع سكاني تفصل بينها طبيعة وعرة في الغالب كل ذلك ينعكس بشكل كبير على شكل معيقات لايصال خدمه التعليم للجميع فالمدرسه ان وجدت على مسافه معقوله من قريه ما لم تكن كذلك لقريه اخرى وبالكاد يكون حظ الذكور من ابنائها اوفر من الاناث في الالتحاق بالمدرسه. نقص المدارس ادى الى عزوف كثير من الطالبات عن الالتحاق بالتعليم نظرا لان لأن الفتاة لا تستطيع أو لا يؤمن عليها أن تذهب إلى مدرسة بعيدة، سواء في مرحلة الصغر يخشى عليها لأنها صغيرة، أو في مرحلة الكبار يخشى عليها كما تعلم باعتبارها أنثى ضعيفة إلى آخره. تتمكن بعض الفتيات في الأرياف والمناطق النائية من الالتحاق بالتعليم غير أن هذه القلة لن تلبث أن تضمحل كلما ارتفع المستوى الدراسي إذ تتدخل هنا ثقافة المجتمع الشديدة المحافظة التي تشترط لاستمرار تعليم الفتاة منذ الصف السادس وجود معلمة أنثى ومنشأة تعليمية مستقلة للإناث وإلا حدث التسرب من الصعوبة على الدولة في ظل هذه الأوضاع وأيضا من الغير المنطقي أن يكون هناك في مدارس بنين ومدارس بنات بمعنى بالذات في المناطق الريفية الصغيرة ذات التجمعات السكانية المتشتتة. المدرس حجر الزاوية في العملية التعليمية وبالنسبة للإناث أنسب شيء هو أن تكون المدرسة أنثى كما تعلم أن الآباء لا يعني يرغبون في أن يدفعوا ببناتهم للتدريس في مدارس البنين أو أن يكون الكادر التربوي ذكور معائنا لذلك نظرا لعجز الحكومة عن تلبية احتياجات المدارس من المدرسات الإناث هناك عدد كبير من المتطوعات في العمل التربوي التوظيف عندنا في الفترة الأخيرة ما فيش توظيف فالمدرسات المتطوعات فعلا بيغطوا عجز موجود في المدرسة وإن كانوا عام أو كانوا تخصص لولا يعني المتطوعات ولا البنات يعني يدرسوا دراسة يعني دراسة تنقلية مثل دراسة للأساسيات فقط لكن حين حضور المتطوعة من بداية السنة ووجودها من بداية السنة وبتطوع منها آلاف من المتطوعات في مجال التعليم كمدرسات في أغلب مديريات الجمهورية من بنات المناطق الريفية شكلن حلا ملائما غير أن استمرار قيامهن بهذه المهمة النبيلة دون مقابل قد لا يدوم رباب إحدى هؤلاء المعلمات المتطوعات تقوم بالتدريس منذ ثمانية أعوام أملا في تثبيتها بهذه الوظيفة رسميا ذات يوم منذ أن تخرجت من عام 2001 وأنا ارتبطت في تطوع في مجال التعليم الأساسي في المديريه في مديريه مناخه 12 سنه الى الان الهدف ان احنا نخدم بلادنا اولا يعني نشغل الفراغ الموجود في المدرسه نفسها او في المديريه و... وعلى هدف ان احنا نحصل من خلال هذا على ان احنا نحصل على وظائف نحن احنا يعني متطوعات كافه لا نحصل على شيء من خلال عملنا في هذا المجال مجال التدريس الى حد الان لا نحصل لا على رواتب أو أي حوافز أو حتى محرومات من الدورات التدريبية. حقيقة ندرك أن هناك معلمات متطوعات في إطار المديريات هن ممن يحملن الشهادة الثانوية وبعضهن ممن يحملن الشهادة الجامعية وبعضهن ممن يحملن أيضا شهادة الدبلوم. هؤلاء المعلمات لهن مكانة واحترام وتقدير لدى وزارة التربية وقيادتها ونحن حقيقة نسعى الان من خلال مكاتب التربيه ومن خلال التواصل مع الخدمه البدنيه الى انه ينبغي ان تكون هناك اولويه لاعطاء يعني هؤلاء المعلمات الحق في ان يتم توظيفهن. هذا الامر وحكمت على هذا العالم بان هذه النظره تتعلل بعض الجهات الرسميه بان المتطوعات وبمجرد حصولهن على الدرجه الوظيفيه يغادرن المدارس الريفيه ويظل الاحتياج. هناك توجه للتربيه والتعليم هو ربط الدرجه الوظيفيه بالمدرسه وهذه فكره رائعه وبدات تستقر في اذهان المدرسين والمدرسات انها مرتبطه بالمدرسه، هذه هي طريقه ممتازه للقضاء على مثل هذا التبرير بعدم توظيف المتطوعات. وبالتالي حقيقه الاحتياج لهم قائم، الاحتياج اليهم ضروري. لهذا حقيقه نحن سنسعى ان شاء الله من خلال التواصل مع الاخوه في وزاره الخدمه المدنيه لوضع خارطه طريق تسعى الى حل هذه الاشكاليه لاننا نريد حقيقه ان نسد العجز كما قلت في التحاق الفتاه ونقضي على الخلل المتعلق بالتسرب. اريد ان اتطوع مدى الحياه لكن ظروفي واحتياجاتي العمليه احيانا تعرقل هذا الشيء. لكن إذا سمح لي الـ سمحت لي الحياة بالتوظيف فهذا يكون أفضل لي لحياتي العملية. أنا بذلت من عمري ثمان سنوات في التطوع في التدريس وأريد أن أستمر لكن لكل إنسان له إحتياجاته. لكن ماذا لو توقفت هي والبقية حاجة أو يأسا من تقدير دورهن قبل أن تتمكن بعض طالباتهن من الوصول لمستوى تعليمي يمكنهن من ممارسة ذات الدور في هذه المنطقة التي تعد نموذجا لمئات المناطق الريفية المشابهة في عموم البلاد إذا كان إحنا في في المديرية نفسها وفي مدرسة نفسها وفي المتطوعات موجودة ومدرسة موجودات وما زالت المديريه نفسها او زالت المدرسه نفسها تحتاج الى عدد من المدرسات وعدد من المتطوعات فما بالك فيما في الارياف او المناطق البعيده. كان للمعلمات المتطوعات ومنذ وقت مبكر في اليمن تاثير ايجابي مكن فتيات مناطق ريفيه معينه من الوصول الى مستويات تعليم عاليه خلقت قناعه مجتمعيه باهميه تعليم الفتاه. كما في منطقة بني حشيش بمحافظة صنعاء، إذ لا تتلقى الغالبية العظمى من فتيات المنطقة التعليم الأساسي والثانوي فحسب، بل وصلنا للتعليم الجامعي أيضا، وكانت البداية تطوعا في مجال التعليم. كنا في البداية ندرس في هذه المدرسة، إحنا أول دفعة تخرجنا من هذه المدرسة، وهذه المدرسة بنيت في عام 80 فتحت فاحنا بدانا ندرس لما وصلنا للصف السابع من الصف السابع احنا كنا نبدا ندرس حوالي ثلاث سنين واربع سنين وبعد اخذنا جدول وبعد ذلك جو موجهين وقيمونا وطلعنا في التقييم ما شاء الله عاد مصريين وسودانيين وبعد ذلك عملوا لنا تابعونا فكان معانا مرتبات داخليه بتعاقد ما كانش يعني اول ما بالتطوع من دون اي مقابل الا هكذا معاونه للمدرسه وبعدها دو تعاقد داخلي كانت تقول انا من قبل التربيه يعني عندي بسنته واصلنا المشوار الى ان انتدبوني انا عن نفسي الحمد لله توظفت وصرت وكيلة من على طول انتدبوني وكيل للمدرسه وعدت بنات من المنطقه درسين ودرسنا انا من طوال بعد ما كملنا الثانوي وتعاونا معنا لحتى كبرت المدرسه وصار العدد كبير كما ترون والمدارس ما صارت الحين مدرستنا بدات مضغوطه يجي عليها الاقبال من كل مكان من هنا هذه النهضه بدات اولا من المتطوعه وبعد ذلك إنه من المدرسات لأن لهن دور كبير هن اولا من انجز في هذا الشيء في إيه بنت المنطقه بتكون آه يعني تضحي اكثر لان اكثر من بيجلس في المدرسه وداري ببنات الريف داري ببنات قريتها داري ما يحتاجوا داري بظروفهم اعظم من الذي بيجي من خارج الفارق كبير في الاول والان لان الحين اصبح التعليم اكبر في المنطقه وصارت الناس يقبلون الى التعليم اكثر والفرق شاسع كبير يعني كيف كان في الاول وكيف كان الان في السابق فالحمد لله يعني مدرستنا من العام الثمانينات وال هي اكبر مدرسه واقدم مدرسه في بني حشيش تكافح المعلمات المتطوعات لخلق وضع مشابه في مناطقهن خلال المدى المنظور فهل تتحقق الامنيه؟ توصيات دعم تخصيص ما لا يقل عن 30% من الدرجات الوظيفيه التعليميه لمعلمات الريف في المدارس المحتاجه. ضروره التنسيق بين وزارات التربيه والتعليم والخدمه المدنيه والماليه والاداره المحليه لاعتماد درجات وظيفيه جديده للاناث من بنات المناطق الريفيه المستهدفه ضمن موازنه وزاره التربيه والتعليم وفق خطه اولويات يتم اعدادها من قبل وزاره التربيه. يحدد فيها اسم المدرسه والتخصص المطلوب ولا يجوز توظيف الذكور على تلك الدرجات لاي سبب من الاسباب. المعلمات المتعاقدات خريجات كليات التربيه ومعاهد اعداد المعلمين يعتمد لهن درجات وظيفيه ثابته ضمن الكادر الوظيفي العام مباشره بعد انتهاء فتره التعاقد وتربط الدرجه الوظيفيه بالمدرسه لمده خمس سنوات يحق لها الانتقال بعد ذلك. تمنح المعلمة حوافز مالية تشجيعية تساعدها على الاستقرار في المنطقة مثل بدل سكن بدل تنقلات يحدد بحسب الراتب الاساسي للدرجة الاهتمام بتعليم الفتاه هو اهتمام بالمستقبل الاهتمام بتعليم الفتاه هو اهتمام بالمجتمع كامل وفروا لنا مدرسات لبناتنا ونحن نضمن ان لا تتغيب اي بنت من المدرسه في اي حال من الاحوال اريد معلمتي اريد ان اتعلم